مساء الخير على الجديد. للصراحة البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان من أهم الخطوات يلي انعملت لمكافحة هالمرض، ونحن دورنا كإعلام لازم نسلط الضوء على هيك برامج مشان نزيد الوعي وننشره. على كل حال نتمنى يكون افتتاح مركز البيروني فرع المزي خطوة لبدايات جديدة ولعلاج الكثير من المرضى. صحيح دكتورة، أما هلأ خلونا ننتقل لموضوع تاني تماما عن الحصيات الكلوية يلي عم نلاحظها أنه كتير هلأ منتشرة وعم تجي شكاوى عديدة عن هالموضوع. لنعرف تفاصيل أكثر خلونا نستقبل الدكتور خالد الطباجي اختصاصي بالأمراض البولية والتناسلية وجراحتها. أهلا وسهلا فيك دكتور. الله يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين، وشكرا لكم الاستضافة الجميلة قناة سما، وجمعة مباركة على الجميع. علينا وعليك يا رب. بداية دكتور، إجا الصيف، طب ليش الأشخاص لما بيجي الصيف بحسوا بهي الآلام الكلوية؟ شو الأسباب؟ ممكن لأنه كانوا عم ياكلوا حلو كثير بالشتاء. الفكرة كالآتي، هلأ نحن مهمتنا دائما كثير حكينا عن الحصيات معكم وحتى على السوشيال ميديا وهيك، الفكرة نحن بدنا نوصل بهالعشر دقائق معلومات جديدة وشو موضوع الحصيات، شو في شيء جديد عنه بهالأيام صارت الماضية. نحن بنعرف إنه الحصيات الكلوية هي تشكلات رملية بتصير بالكليتين، كل الناس بيعرفوها، بلا بلا بلا، أوكي، بتعمل وجع للناس، غالبا اللي بيجيب الوجع. بدنا نعرف إنه هاي السنة عن السنة الماضية زادت نسبة حدوث الحصيات 3% عالميا، يعني السنة الماضية كانت حوالين 34%، هلأ هاي السنة عم نحكي عن 38 ل 37%، فهي إحداثيتها عم تزيد. ليش عم تزيد؟ حكي كتير، سخونة الجو أو التغيرات الحرارية، climate change، بأمريكا عم يقولوا عن الفاست فود، طريقة اللايف ستايل، كثرة السيارات، ما عاد حدا مشي يتحرك، هاي الشغلات كلها لها علاقة. فبنا نعرف نحن كل سنة عن سنة عم تزيد نسبة الحصيات البولية. المهم اللي جديد كمان صار يربطوه هلا، نحن الحصيات البولية هي مربوطة بأمراض كتير، أهمها السكري، وهذا الشيء عم يكتر عالميا حتى بين الأطفال. الشيء الثاني عم يكتر اللي هو ارتفاع ضغط الدم، فلقوا انه 37% 38% كمان من الناس اللي عندهم ضغط دم هن ناس عم تشكل حصيات بسبب او باخر، والعلاقه طرديه، يعني الناس اللي عندهم حصيات على خطوره يصير عندهم ارتفاع بالضغط الدم، والناس اللي عندهم ارتفاع بالضغط الدم على خطوره من الادويه تبع الضغط انه يصير عندهم حصيات بوليه. شيء جديد كثير اللي اجى سناب على هالموضوع هو انه قال الناس اللي عندها حصيات كلويه قد يحدث نسبة حدوث جلطات قلبية أو احتشاءات قلبية أعلى بكتير لأسباب كتير عزوة للغدية. وهي دراسة جديدة طلعت بال 2023 بشهر فبراير، قالت أنه الناس اللي عندهم حصيات بولية لازم يديروا بالهم على القلب، لأنه عم يصير عندهم هن معرضين لحصول احتشاءات قلبية. اللي بدنا نعرفه كمان جديد صار خلال هالسنة اللي هو وجود الليزر بسوريا. سوريا كان فيها ليزر قديما قبل الأحداث، بالأحداث انقطع جهاز الليزر اللي هو الهوليومياج أو النادياج، هاي الليزرات الخاصة للشغل داخل الجهاز البولي. هلأ من جديد صارت متوفرة من شهر 8-22، الحمد لله خلال السبعة من الشهور الماضيين. هو الليزر للمعلومة هو شيء داخل الجسم نشتغله بالأشعة بالليزر، وليس لمفهوم الشعبي أنه فتتت على الليزر اللي هو من خارج الجسم. فالليزر نزل جديد بسوريا وصار متوفر، وصرنا نقدر نعالج الحصيات بأضرار أقل بكل الناس وبكل الأعمار، مع حماية أكثر للناس اللي محهم أمراض قلب وشرايين، للكبار للصغار. الإضافة الجديدة اللي صارت وفرناها بسوريا جديدة، وهي توفرت كمان مع وجود الليزر، اللي هي شيء بنسميه نحن المنظار المرن أو الفليكسبل يوريتروسكوب أو يوريترو رينوسكوبي، اللي هو صرنا نصل لكتير حصيات وفي حالات كتير اشتغلناها خلال هالسنة الماضية، أهمها حالات الأطفال اللي كانوا يا حرام كتير يتألموا إن كان الحل الجراحي فبطل في حل جراحي. آخرهم من كم يوم، أكيد إن شاء الله تكون عم بتشوفني، يسعد مساكي، طفلة صغيرة صار لها زمان بتفتت وكذا وهيك، قالت له لأبوه أنه يعني ولا كأنه عملنا شيء، نحن منفوت من فتحة البول وصولا للكلية للحصاب بنفسها، منفتتها ومنطلع. ليش هالشغلة كتير مهمة؟ حكينا الناس اللي عم يصير عندهم حصيات عم يصير أكثر محهم ارتفاع توتر شرياني ومشاكل قلبية. في دراسات كتير أهمها عم تقول أنه التفتيت من خارج الجسم اللي هو الجهاز الموجود بالعالم وموجود عنا ولو هو FDA أبروف، عم يزيد نسبة الضرر على الأنسجة الخلوية، الأنسجة تبع الكلية على مستوى الخلية، فعم يعرضهم أكثر لمواضيع ارتفاع السكر وأكثر لمواضيع ارتفاع الضغط الدم. فهي الأشياء الجديدة اللي كانت خلال هالسنة أو خلال هالكم شهر اللي انضموا جديد. تمام. طب دكتور، شو الفرق بين جملة أنا معي حصاة كلوية وأنا معي رمل كلوي؟
احسنتي، رائع جدا هالسؤال. نحن بدنا نحاول بسألك اسئله مهمه. اي والله، لانك دكتوره ضمن الاختصاص. دكتوره، اللي بدنا نعرفه نحن انه ما في شيء اسمه رمل بالكلى. يعني لامبارح كنت عم بحكي مع زميل الي دكتور عينيه، وتحيه له، كان عامل تحليل بول لبنته، فقال لي دكتور، قالوا لي بالمختبر في عنده رمال كثيره او رمال كثيفه. قلت له انا بدي اسالك، اذا بالعين لقيت في دمع وقلت للمريض في عندك دمع كثير، هل هذا مرض؟ ممكن يكون، بس غالبا لا، لانه طبيعي تلاقي دمع داخل العين. فطبيعي تلاقي رمال او اوكزالات او فوسفات او حمضيورات اللي بيطلعوا بتحليل البول داخل الكليه، لانه وظيفه الكليه، احدى وظائف الكليه، هي لها وظائف كثير، احدى وظائفها المهمه هي تصفيه الاملاح الزايده بالجسم. دكتور تغذيه بتعرف، لو ناخذ نمشي على دايت بروتين عالي رح نلاقي عندنا حمض بول عالي بالكليه، لو نمشي على دايت في ميتنا الرائعه الكلسيه رح نلاقي كمان هاي كالسيوم اوكزاليت بقلبه، ناكل اكله سبانخ ثاني يوم نعمل تحليل البول رح نلاقي في كالسيوم اوكزاليت، ناكل اكله لحمه رح نلاقي ثاني يوم في كالسيوم فوسفيت. هي الشغلات لازم، طبيعي لازم نطلع من المجتمع موضوع انه انا عملت تحليل البول في رمل، لا اوكي هي طبيعي في رمل، بس هالرملات جمعوا مع بعض عملوا حصى، هون في مشكله، ما جمعوا مع بعض ابدا ما في حصى. نسيت اقول لكم معلومه كمان بالجديد، انه الاطفال نزلوا بسوء الحصيات البوليه، الله يشفي كل اطفالنا واطفال الجميع. صار العمر من عمر السنه، ممكن الطفل اذا كان عنده الام بطنيه او بتحسه انه بيعص على حاله او بشد، او احيانا خلال التبول ممكن تلاحظ تغير بلون البول او دم بالبول، لازم نعرف انه الاطفال مساكين صاروا ضمن الناس اللي عم يصير عندهم حصيات. حقيقه البوبيوليشن صار عالي، يعني بين 7 ل 14 طفل، ل 14 طفل من كل 100,000 عم بيكون عنده حصيات بوليه من عمر السنه. فهذا كمان خلال هي السنه بالدراسه الجديده شملتهم، فهو طبيعي نلاقي بتحليل البول ما يسمى الرمل. لكن ان لقيت وكررت، بنقول للواحد عيد تحليلك بعد ما تشرب مي. ان ضل نفس الشيء، في عندك بعض الالام، في دم بالبول، في شيء حاسه مو طبيعي، ايكو بسيط ممكن تشخص انه اذا في حصيات او لا. اللي بدنا نحكيه كمان كثير مهم بالحصيات البوليه، اللي للاسف عم يصير ممارسه خاطئه، اللي هو انه تشخيص الحصى ليس بالايكو والكي او بي اللي هو كان قبل 50 سنه. تشخيص، نعم الايكو بيساعدنا، يعني احنا بنقول دائما هو فاست دايجنوستيك كرايتيريا، يعني غير باضع، ما بياثر على جسم الانسان، ما له خطوره شعاعيه، لكن ان لقينا اي شيء عليه، لو شفنا بحصه وصريحه فيه، لازم نعمل صوره طبقي محوري قبل العلاج. اللي بدي اقوله للمرضى مهم جدا، انه لا تقبل طبيب يعالجك قبل ما تعمل طبقي محوري. صحيح، هو بيحدد لك حجم الحصى ونوعه. وبدنا نعرف انه في شيء كمان كثير مهم، 70% من الشيء اللي بنشوفه على الايكو انه حصيات بوليه هو لا شيء على الطبقي، يعني ما في حصى. للاسف هم مفوت ب 70% من الناس انه عم تتعالج خطا، بيروح بيقول لك فتتت ورجعت ما راح وجعي، دكتور انا فتتت ونزل دم بس ما تحسنت، ما شفت شيء طلع. طبعا لانه انت كنت ضمن ال 70% اللي هن على الايكو في حصيات، بس انت لا. حقيقه ما عندك حصيات بوليه. هي معلومه كثير مهمه، انا ما كنت بعرفها بصراحه، بالرغم انه احيانا بيطلعون مهم. الفولس نيجاتيف 70%. صحيح. يعني ممكن واحد اذا عطشان يعمل ايكو للكليه بيشوف، يعني اي طبيب شعاعي، انه في ظل، بس هذا من العطش فقط، او سلف بابلي، او ممكن خثره صغيره، او حتى الانتانات عند البنات، للاسف بنات كثير بفتتوا للحصيات وهي مو حصى، هي انتانات، فبتعمل هذا الايكو داخل الكليه والجهاز البولي فيفكروا حصيات بوليه. تمام دكتور، هلا قبل شوي ذكرت انه الدراسات حددت الجديده انه شو هن، ليش بتتشكل الحصيات، وذكرت هيك بلمحه عن الاعراض، خليني ارجع اكد على الاعراض، شو ممكن تصير او شو يعني تظهر؟ 85% من الناس هن لا عرضيين، لانه حصيات بوليه بتكون قاعده بقلب الجهاز البولي، قاعده ومرتاحه ونايمه، ما بتعمل لنا مشاكل، ممكن تجي بتقل، او انه الواحد يلاقيها مثل ما تفضلت انه شفت رمل بالبول، ففحصت ايكو لقيت انه في شك حصى عالي او انه دم بالبول، هي الشغلات اللي ممكن تجي. الشيء الثاني بدنا نعرف انه الناس اللي عندهم لا سمح الله اصابات بالحبل الشوكي، الناس اللي عندهم مثلا اطفال عندهم تشوهات خلقيه بالعمود الفقري، عندهم نقص اكسجه بالدماغيه وكذا، هدول كلهم عرضه انه نشوفهم، لازم نفحصهم هذا بشكل دوري، لانه ممكن يكون عندهم حصيات لا عرضيه. 15% من الناس اللي هن ممكن يجوا، يعني لما فحصنا الكل لقينا انه 15% هن اللي بيجوا بألم، فهي عرضها الوحيد اللي شائع بين الناس هو الألم الناتج عنها، او ما يسمى القولنج الكلوي او الكريزا. تمام، اللي هي لما الحصى تبلش تفكر تعبر باتجاه الخروج، فبتعمل انضغاط على الحالب على قشر الكلية وبتعمل هذا الألم، او خلال وجودها بالمثانة بدها تعبر من الإحليل كمان بتعمل هذا الألم، وممكن الواحد يلاحظها او يشوفها هي وعتبره. تمام دكتور، في حال سكتنا على حالنا مثل ما بنعمل بكل شيء، شو لوين ممكن نوصل؟ ممكن لا سمح الله انه نحن نخسر كليتنا؟
تمام. هلا الحصيات البوليه هي شيء مثل ما قلنا بتشكل بالكليتين، اذا وصل وعمل انسداد نعم بياثر على الوظيفه الكلويه. اي انسداد، وهي كمان نصيحه، احيانا كثير نحن بنروح عند طبيب بيقول لك خذ هذا الدواء، في حصانه نعم على الان بالحالب، خذ هذا الدواء ان شاء الله في نسبه 70 80% انه تطلع لحالها. صديقي اذا الالم ما خف خلال اسبوعين لا تطنش حالك وتاخذ ادويه ثانيه او تشكل ادويه عن طريق صيدلي او عن طريق رفيق او عن طريق مثلا الاعشاب وغيره وغيراتها. اي حصى بتسد اكثر من اسبوعين على الكليه بتبلش تاذي كليتك وبتبلش تفوتك بعده اشياء، قصور كلوي، ولا تنسوا كيف حالات الغسيل. كمان مهم جدا موضوع ارتفاع الضغط الشرياني، موضوع انه حكينا انه صار انه الناس اللي عم شكلوا حصيات كثير ممكن يصير عندهم مرض السكر، الناس اللي عندهم حصيات كثير ممكن يكونوا عنده خرطه خطوره او خطر ليصير عندهم مشاكل قلبيه او احتشاءات قلبيه. طيب دكتور، هلا شو كيف يعني بيتم علاج هالحاله، وامتى نحن بنضطر نلجا للحل التنظيري او الجراحي؟ تمام، هي ستيب باي ستيب. اجى المريض باعراض او اجى قال انا بدي شيك لانه مثلا عنده هي التشوهات الخلقيه اللي حكيناها بالجهاز البولي. متى ما شيكنا مثل ما قلنا الايكو ضروري لانه هو بالعياده، شفنا شكينا انه فيه، لازم نطلب صوره طبقي محوري بطن وحوض دون حقن، اهم شيء ما تكون بحقن لانه الماده الظليله او الملونه بالحقن ممكن تختلط علينا بالحصى لونه ابيض والحصيات داخل بصوره الطبقي كمان بينه لونهم ابيض. هي واحد. اثنين، نحن عادة إذا لقينا في حصان بنبلش نعمل اللابس وليس نعمل التحاليل الدموية والبولية قبل ما نلاقي إنه في بحصة. للأسف الناس بتبلش بتحليل بول وتحليل دم وكرياتينين وسكر وسي آر بي وغيره وغيراتها قبل ما يشخص إنه في حصى. لا، تشخيص حصى أول على الأشعة ثم بنبلش بالتحاليل الدموية. عادة بنطلب تحليل دم عام تعداد وصيغه لنشوف في انتان او لا، نطلب سي ار بي كمان هذا عامل انتاني احيانا بيكون خلف الحصى ومو ظاهر بتحليل البول، نطلب تحليل بول وزرع بول. متى ما وصلنا بهدول التشخيصات ثبتنا وين الحصى، قلنا شو حجمه، بناء على حجم الحصى وموقعه بنختار الطريقه المناسبه. مثل ما حكينا الحصيات الصغيره اللي هي تحت ال 5 ميلي عاده والسبنتونيوس لباست يعني ما حدا راح يحس فيها او شويه الم وبتطلع لحالها مثل الولاده الطبيعيه، بسيطه سهله بس صبر وبتطلع لحالها. اما الحصيات اللي اكبر من هيك او المريض في اي بي لنفرض، يعني هو محامي، وزير، قاضي، مسؤول عن شيء معين او تماما او ما شغله ما بيقضي، طبيب، محامي، فهون لا بنفوت في اكتف مانجمنت اللي هو افضلهم التنظير، لكن مشكلته الكلفه، لكن افضلهم التنظير. بنفوت لعند الحصى، بنقيم الحصى لحالها وبنطلع باجراء ما بيستغرق ساعه تحت التخدير العام بدون اي خطوره وبدون ما في داعي لا توقف المميعات ولا اذا كان عنده مشاكل بالقلب يفوت ضمنه، او بيختار اللي هو التفتيت من خارج الجسم. تمام. دكتور خالد طباجي، اسم الله يخزي العين، دائما اب تو ديت، دائما بتعطينا الجديد بهذا المجال، شكرا كثير لوجودك معنا. بنحاول ان شاء الله، نحن بنقول دائما اي انسان بكل مركز بيعمله، حتى زملائنا اللي عم بيصوروا، حضرتكم عم بتقدموا لنا هالبرنامج، يعني نحن لازم دائما مركز عملنا اما نعمل تغيير او نحن رح نكون صفر على الشمال. صحيح، شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. اهلا وسهلا، شكرا للقاء.